من صور الافتراء الافتراء على أهل العلم والفضائل، وحمل أقوالهم على كل معنى باطل، يفهم كلامهم على غير المراد، ويبث بالسوء بين العباد، لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، ولا يريدون نصحا لأمة. أقول له زيدا فيسمع خالدا، فيكتبه عمرا ويقرأه بشرا، يؤلبون عليهم المسؤولين يؤلبون عليهم المسؤولين والولاة، ويحرضون عليهم الطغام والبغاة. أهل الحق ما وافق هواهم، فالحق مفصل على مشتهاهم. ألسنتهم بالسب مشهورة، وقلوبهم بالغل مغمورة. شغلوا بالتبديع والتضليل والتصنيف، عن كل خير وأمر منيف. فلا للحق وأهله نصروا، ولا للباطل وحزبه قهروا. عملهم قائم على التتبع والتربص، والتجسس والتلصص، فرح بالهفوات والعثرات، وطي للمكرمات والحسنات. ألا في الفتنة سقطوا، وعن طريق الحق مالوا وغلطوا. إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا، مني وما أذنوا من صالح دفنوا. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا. قال ابن سيرين رحمه الله: ظلمك لأخيك أن تذكر أسوأ ما تعرف عنه. وقال ابن المبارك رحمه الله: إذا غلبت حسنات الرجل على سيئاته لم تذكر سيئاته، وإذا غلبت سيئاته على حسناته لم تذكر حسناته. وقال ابن تيمية رحمه الله: من أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب المرء غل لأحد من المؤمنين. وقال بكر أبو زيد رحمه الله: من أعظم المسالك نصب مشانق التجريح على الشخص الذي يراد تحطيمه، ويجري ذلك بواسطة سفيه يسافر عن غيره، مغبون في دينه وأدبه وخلقه.